هذه اللحظات مع المركز الثاني، المركز الثاني العاصمة، العاصمة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من يقدم لنا العاصمة مع المركز الثاني. المركز الأول بن معيوف العامري ومع مشكور حمد معيوف العامري، والمركز الثاني بن فالح الشامسي نقل مع المركز الثالث. المركز الثالث غدوم بدأ التغيير مع المركز، مع المركز الثاني من غبر رقد حالي وعد وعد عبد الله بن ناصر بن خير الشريفي غيرت الى المركز الثاني. المركز الرابع وصل مع المسك سهيل بن علي بن عبيد بن حمد الاغضلي. المركز الخامس قدوما مع المركز الخامس حجر عوض بن مهدي بن عوض بن مهدي بن هادي الاحبابي. المركز السادس قدوم من قبل الهتار حارب بن مغير العميمي. المركز السابع سابع التحديات من الجهة الأخرى قادمة بقوة إلى المركز السابع، نتأخر قليلا نتابع. المركز السابع ادخلت الآن جوائز عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري. المركز الثامن وصلت بهذه اللحظات ادخلت الهدة عن السيد عبد الله بن سعيد بن غرير الكتبي، والمركز احتلت المركز الثامن. المركز التاسع نسير مع المركز التاسع بهذه اللحظات، هذه مجاد حمد بن سالم بن ظهيره العامري. والمركز العاشر ذهيب سعيد بن محمد الكليل العامري مع المركز العاشر بهذه اللحظات. عدينا العشرة المراكز الأولى، العشرة النجوم المتقدمة. متابعينا مستمعينا الكرام لهذا الشوط، لهذه الأسماء القوية والعملاق المشاركة في هذا الشوط. بعد ما عدينا العشرة المراكز الأولى نعود مع مقدمة الشوط. الهدة ما شاء الله انهدت الهدة، هذه قبل قليل كانت المركز السابع، بدلت على مقدمة الشوط. عبد الله بن سعيد بن غرير بن غرير الانتبي يقدم من الهدة ما شاء الله. يذكرت تذكرني هذه البكرة بسلالة براق بن غرير، لما اقول لك براق بن غرير نفس النوعية ما شاء الله. هذه الهدة عبد الله بن سعيد بن غرير الانتبي يقدم لنا الهدة بهذا الشوط. من هدة على مقدمتي هذا الشوط بدأت الآن تطير الحمام، تطير الحمام. الهدة على مقدمة الشوط عبد الله بن سعيد بن غرير الكتبي ما شاء الله. بينما نتأخر ونسير مع المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني، الوصول مع المركز الثاني من قبل الآن مشكور حمد بن معيوف بن محمد العامري. المركز الثالث هذه وعد عبد الله بن ناصر بن خير بن خير الشريفي. أهل الفوعة غادمين، غادمين
بهذا الشوط. المركز الرابع العاصمة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. والمركز الخامس عندك دكتور السيل بن علي بن عبيد الغفلي يقدم لنا الآن المسك مع المركز الخامس. المركز السادس حجر عوض بن مهدي بن هادي الأحبابي. المركز السابع وصول مع المركز السابع من قبل الآن الدخلت اللي هي راهي سعيد بن عبيد بن خالص العامري. والمركز الثامن وصلت الشاهدية جابر بن محمد بن سلطان الشامسي. المركز التاسع جوايز سعيد بن علام بن عبد الله المهيري. والمركز العاشر سعيد بن محمد الكليلي مع ذهب عدين العشرة المراكز الأولى. ميدان الثاني بهذا الشوط نتقدم هناك مع بن غرير مع المركز الأول بدأ يطير بن غرير. يا بن غرير يقدم لنا هذه الهدف ما شاء الله، فيها ملامح براق هذه البكرة، فيها ملامح براق ما شاء الله. تتقدم على مقدمة هذا الشوط بدأت الآن تغادر لائحة الإعلان الكيلو المتر الأخير. يا بن غرير الكيلو المتر الأخير وافتح السماعة خلها تسابق الطير. يا بن غرير مع الهد عبد الله بن سعيد بن غرير الاكتبي يقدم لنا الهد مع مقدمة هذا الشوط. بدأت الآن تسيطر وتحتل الآن مقدمة هذا الشوط بينما نسير إذا انتقل مع المركز الثاني. بنلقى المركز الثاني أشوف هنا الوصول، لكن خلاص ابتعدت عنا ابتعاد كامل، خذت علينا خدمة، خلاص خذت علينا خدمة الهدة من هدة ما شاء الله. وشيت فيه شدة يا راعي الهدة يا ابن غرير، وقال خلاص انا ما عندي الا على المركز الاول نطير مع الهد عبد الله بن سعيد بن غرير المكتبي. ما قالها شيء يا بني، ما قالها شيء بلا اوامر الا للسماعه، الا بالسماعه. لكن جهز البكره يا عبد الله، جهز البكره، المهرجة على الابواب، روح مع الهد، روح ما شاء الله. اشكلك يا عبد الله بن سعيد بن غرير الاكتبي يحكم الغبرة مع الهد بهذا الشوط. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني 11 المركز الثاني وصلت فيه الان مع المركز الثاني اللي هي هجر للسيد عوض بن مهدي بن هادي الاحبابي. المركز الثالث 21 المركز الثالث واللي هي الواضحة سعود بن حمد بن ناصر الشبلي. المركز الرابع بين رقم 2 و2 مزون حمد بن محمد الخيباني نعيمي، وبين غطت علينا الرقم التوقيت الخامسة عند اللجنة التوقيت الزمني توقيت الهدى بهذا الشوط عبد الله بن سعيد بن غرير الاكتبي. سجلت 7 دقائق 36 ثانية و70 جزء من الثانية. نقدم الثانية ناموس لعبد الله بن سعيد بن غرير الاكتبي على فوز الهدى بهذا الشوط وعروضها الممتازة.